Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc, comme tu vois, il y a une carrée presque de classique, mais je suis plongeante. Bras, c'est bon, on a dit la plongeante, mais chaque fois qu'elle me fait des capages, donc tu vois, je vais là une égalisation, je vais en même temps sculpter ou lisser. Donc, je vous fais la couleur. Mais je vais vraiment élastique, abîmé. انا وصلت برسك ما راح حبس داك الديكاباج وراه يتكسر وقصصت بسم الله النيه كيما راكم تشوفوا نوريلكم طريقه جديده شوفوا يعني هي كل طرق تؤدي الى روما كل واحد وتقنيته ماشي سيونس اكزاكت هاكم تشوفوا باه يروح الشعر هذاك اللي راه انفتت ها هي ليكم la façon تاع لا سيباراسيون كوم دابيتود تقسموه منا ومنا ومن بعد ترفدوه من الوسط الوسط قلنا هو القيد تاعنا هو القياس تاعنا اللي كيما نقولوا حنا اللي ندو عليه العبر دوك شوفوا نرفد الوسط ونرفد الشعره التحتانيه اللي تحتها هي اللي راح نقطع عليها شوف شتو شعرها كي راه لاصق شوف 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 قلت ما نديرها كيلي من بعد قلت لا ما نديرهاش كيلي شوفوا تديغرادا غير ابين لتحت ما ديرش اون كاري كاري شوفوا كتشوفوا القياس وين راه هي هو اللي راح ندي عليه ها راكم تشوفوا غير بشويه بشويه باش الشعره تولي صحيه دونك اللي ما مش متابعيني على الفيسبوك ولا على الانستغرام راح نخليكم فيسبوك وانستغرام اللي تابعوا بتابعوا كل ما هو جديد الماكياج لي لايف راني ندير لي لايف سور فيسبوك سور انستغرام ان شاء الله راني ندير لي فورماسيون باش تستافدوا انضموا للانستغرام اللي هو cookie.beauty16 والفيسبوك اللي هو كوكي كوافور اي استيتيك اللي عندها اي سؤال ولا حاجه مرحبا بها ماشي مشكل نهائيا دونك نكملوا كيما راكم تشوفوا نفس الطريقه حتى نوصلوا للفوق كيما هنا عندها الدوفون قصار ما تجيهاش لا كاري بلونجونت كتحس لا بلونجونت مستحيل بلونجونت تبغي شعر طويل في الامام باه تجي بوينتو هكا تجي شابه دونك كيما راكم تشوفوا كيما راكم تشوفوا لي في الطريقه ندي القياس نفس القياس التحتاني نرفد عليه شغل مش نهبط لتحت باش تجيني كاري كيما نقولوا مستفه يعني ما كاش شعره قصيره على شعره شغل تجي شويه مديكرادي انا هنا نحوس نتخلص لها من المحروق كيما راكم تشوفوا راني نرفد مانيش نقصص لتحت راكم تشوفوا ها كيما راكم تشوفوا البنات دونك تكملوا لا سيباراسيون تكملوا كاع الخدمه كامل دونك كيما راكم تشوفوا توجور ندو القياس الوسطاني كيما راكم تشوفوا سلكوا غايه وسلكوا ونرفد اللي تحتها باه يبان القياس ها هو القياس يعني انا نشوفه نتوما بالك لا كام شويه الكاليتي رديئه باه تدو فكره كاع داك الشيء ما تقدرش نحي لها المحروق سي بون شوف شوفوا كي راه في بلايص مقطع موش طول واحد شتو كي راني جهه فيها جهه ما فيهاش حاجه سهله مهله جدا شوف هنا شغل بغيت نديرها لها شويه بلونجونت بصح ما تجيش بلونجونت بزاف باسكو لي 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 دوفون شغل قصير مستحيل يعني معليش حنا كيما قال لك غير باش الشعرات تروبروني تعاود تخلف من جديد وصاي دونك درت لكم كاع المراحل باه تشوفوا باه تدوا فكره تجيكم واحد شعرها محروق ولا وباش ما تخسرولهاش لا لونغ تاع شعرها يعني كون تشوفوا في لافان حيت غير فتاتا كاع تشوفوا ضد التكساس غير فتاتا سي دي بوينت محروقين شوف نسلك ونعاود شوفوا مانيش نهبط لتحت باه تجيني شويه ديكراتي
تقدروا تقصوا بهذه التقنيه من فوق للتحت، اللي ما عندهمش المقص تاع سكولتور اللي غادي سكولتي به في لافان تخدموا بهذه التقنيه باش ما يجيكمش الشعر خطوطه. شفتوا كي تقصوا منين داك تجي ديك لا ديماركاسيون تاع خط فوق خط، يعني تحسوه كارثه. دونك قصوا بهذه التقنيه. تشفير، هذا تشفير شغل تشفروا، شغل لا توندونس تاع المقص كيما هكا ماشي كيما شتوني. بصح انا عندي سكولتور من بعد سكولتي يعني ضربه واحده كي نشفه. شوفوا كون تشوفوا ني نجيب الرول زعما بهاد جي بوينت. شوف هاد الطريقه باش ما يجيكمش الشعر كيما نقولوا حنايا سطر مورا سطر، تحسوه كارثه لا ديماركاسيون هذيك. ولا لا ماجوريتي ما يبغوهاش، بصح ما على بالهمش بلي السبب انهم من بعد ما يديروش التشقير. التشفير قلت لك التقش حي عليا صاي ما شربت قهوتي بكري سي بوغ سا مازال ما فطنتش. التشفير قلت لكم التقشير، التشفير والله راه مرايحين لي تاع ملقى من الفرق. تشوفي دونك هاكم تشوفوا الامام يقصر ما درت لهاش كاع به، خليته كي من راه معليش محروق من الفوق نخليه طروق. شوفوا منا تاني ما غاديش نضر لها به. شوف راه قصير ما يلحقش ميب، ها ما يلحقش كاع شغل غير هكا شغل سلمت على الشعرات كيما لاماش. هنا راهي محروقه بزاف، نسيي نقلع منها في تاتا لو 15 سنتيم باه تروبروني. شوفوا شوف شوفوا كيف قطعت، شوفوا شوف شوفوا كي درت عليه هذا ما كان. شوف شتو الشجره كي تزبروها باه تخلف هيا كيما هاكا دوك يطولها فاسيل. دونك نروح ندير لها ان بروشينغ ان سيشوار. ابري لو بروشينغ ها هو ليكم المقص تاع التشفير، يعني هنا ينحي لكم لا ديماركاسيون يعطيكم الشعره رائعه. شوف انا دوكا درت التشفير كامل الشعر كامل. هي كاينه شحال من طريقه للتشفير ماشي غير هذه، مي انا جو بريفير لو سكولتور هذا اللي مول فاتح مقص سمو سكولتور تاع طليان تخدموا به يعطيكم روعه اون فينيسيون شابون سي سا. دونك جيسبر تكون عجبتكم لا فيديو على الاقل ديتو فكره في شحال ما درتش شغل. اليوم كي كانت صاحبتي معايا قلت لها اننا ننتهزوا الفرصه ونصوروا عفسه كيما هذه. دونك جيسبر تكون عجبتكم، اللي عجبهم الفيديو ديروا لي جيم، ما تنساوش تابونوا لي باه يوصلكم كل ما هو جديد. ومرحبا بكم في الانستغرام والفيسبوك باه تحضروا لي لايف ولي فورماسيون اللي راني نديرهم. هذه هي ودوك من بعد كي نكملش راح ندير الليسي باه لا فورم. الليسور يدخل شعره في خوتها. دوك تشوفوا كي نكمل غادي الليسي، منها نحيت لها شعرها المحروق، منها درت لها اون فورم خفيفه. شعرها كان يتكسل جهه بجهه طول ماشي كيف كيف لاماش ونشقرها هنايا. دوك تشوف شغل الشعره تحسوها فريمون خفافات. شوف شوف ما تخافوش ما تخافوش من المقص والتشفير. الشعر الخفيف ما ننصحكمش تشفروه بزاف. دونك ها شوف ما كاش لا ديماركاسيون، تشوفوا شيرات كي خرج شباب. شوف يادر مالغري مازال ديكاباج بصح شوفوا شعرتها تحسوها فريمون خير من اللي كانت. شوف شوفوا التشفير ما يعطيكمش الا خط واحد. دونك استناوني في فيديو واحد اخر. السلام عليكم.